تتوفر ولاية الأغواط على مقومات عدة ما جعلها أرضاً خصبة لإنجاز مشاريع استثمارية واعدة، لا سيما ما تعلق بالمؤسسات الناشئة والمنتجة كهذا الأنموذج صاحب مصنع للحليب والذي سيدخل حيز الخدمة مطلع هذه السنة بسعة 5000 لتر في الساعة. بحكم أن ولاية الأغواط عندها نقص شوية في مادة الحليب الطازج وتجيب الحليب من ولايات مجاورة، والحمد لله دركا راح يفتتح هذا الملبنة إنتاج الحليب الطازج، إن شاء الله نغطوا كاع البلديات وبلدية الولاية والولاية. نموذج ناجح آخر لشاب طموح جسد فكرة مشروعه على أرض الواقع بإنجاز مؤسسة متوسطية للتبريد والتخزين والتوزيع بسعة 10000 متر مكعب وبمواصفات عالمية. قدم لكم مشروع والذي يهدف إلى رفع من قدرة التخزين والتوزيع على المستوى المحلي والوطني والمساهمة في استقرار الأسعار في السوق المحلية وتثمين وحفظ المنتوجات الفلاحية والرفع الغبن على الفلاحين. استفادت ولاية الأغواط من عدة مشاريع استثمارية مهيكلة باعتبار أن أكثر من 43 مشروع استثماري هو حيز للإنجاز، أين دخل أكثر من 30 مشروع حيز الخدمة. دعم وتشجيع ومرافقة هذه المشاريع الاستثمارية سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع في الإنتاج.